ليه تستنى الخير قدامك؟ ادي الجنة وادي طريقها، امشي خطواتها بأفعالك، فرصة وجات لك اوعى تسيبها. للجنة طرق جعلها الله تعالى لعباده الصالحين، وجعل لها مسالك يسلكها المؤمن من أجل أن يصل بها إلى الجنة. وفي طريق الجنة سنتكلم عن خصال أهل الجنة. وفي حلقتنا اليوم في طريق الجنة هنتكلم عن خصلة من خصال أهل الجنة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حثنا عليها وجعلها طريق الإنسان إلى الجنة، وهي بذل النصيحة. البذل معناه المسارعة في العطاء، فعلى الإنسان أن يسارع في النصيحة حيث حث عليها الرسول صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة. فلقد قال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. لذلك قال الإمام النووي: هذا حديث عظيم الشأن وعليه مدار الإسلام. روى جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. والنصح إيه؟ لكل مسلم. وروى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم ست. قيل: ما هن يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجب، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمت، وإذا مرض فعد، وإذا مات فاتبعه. فقوله صلى الله عليه وسلم: وإذا استنصحك فانصح له، أي إذا استشارك في عمل من الأعمال هل يعمله أم لا، فانصح له بما تحبه لنفسك، فإن كان العمل نافعا من كل وجه فحثه على فعله، وإن كان مضرا فحذره منه، وإن احتوى على نفع وضرر فاشرح له ذلك. وكذلك إذا شاورك على معاملة أحد الناس، وإياك أن تغشه في شيء من ذلك، فمن غش المسلمين فليس منه، وهو ما أمرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قال رجل: يا رسول الله، أنصره مظلوما، فكيف أنصره ظالما؟ قال صلى الله عليه وسلم: أن تحجزه أو أن تكفه أو تمنعه من الظلم، فإن ذلك نصر له. والسؤال هنا: كيف يفوز الناصح بالثواب من الله؟ أنه على الناصح أن يرجو بنصيحته وجه الله تبارك وتعالى، فلا يقصد بنصيحته الأغراض الدنيوية من رياء وسمعة وحب شهرة وغيرها. قال تعالى: ألا لله الدين الخالص. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى.
والذي يقوم بالنصيحة لا ينصح في أمر يجهله، بل لابد أن يكون عالما بما ينصح به. قال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. كما ينبغي ألا يجهر بنصيحته، بل ينبغي أن يسر بنصيحته للمنصوح له، فلا ينصحه أمام الملأ. سيدنا الإمام الشافعي قال إيه: من وعظ أخاه سرا فقد نصحه وزانه، ومن وعظه علانية فقد فضحه وشانه. قال ابن المبارك: كان الرجل إذا رأى من أخيه ما يكره أمره في ستر ونهاه في ستر، فيؤجر في ستره ويؤجر في نهيه. فأما اليوم فإذا رأى أحد من أحد ما يكره استغضب أخاه وهتك ستره. قال سبحانه: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقال: وقل عبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. وعلى كل منا أن يقف موقف النصيحة. ندعو الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين ينصحون لله، وأن يبذلوا النصح بصدق ابتغاء وجه الله وابتغاء مرضاته. وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ليه تستنى الخير قدامك؟ ادي الجنة وادي طريقها، امشي خطواتها بأفعالك، فرصة وجاتلك اوعى تسيبها. خطوة